دركيات الى شرطه خليفرة يقدمه الى ابن ملال للمساهمه في تظاهرات غير مرخصه غير مرخص لها بمدينه الخميسات، وذلك عقب الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسميه الملقب منير الملقب بالقناوي بناء على شكاية من المديرية العامة للأمن الوطني بعد بث فيديو مباشرة على صفحته بموقع إنستغرام يتضمن ما اعتبرته سبا وقذفا في حق عناصر الشرطة وإهانة هيئة منظمة، وقد أصدرت في حق المحكمة الابتدائية بسلا حكما بإدانته بسنة سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم. يقبل مع أي علام ولا مع أي رمز يناضل ويصارع. كل الملاحظين يؤكدون على أن المتابعات في معظمها مشوبة بعيب الانتقام وتوظيف مرفق القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمعارضين الذين عرفوا بمواقفهم الجريئة والشجاعة في فضح أوجه الفساد والريع واستغلال السلطة. الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينتقد من خلال التعاطي لذته إلى أن يتم إنصافه سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي. إن دعت إيه دايوغ لا بروف سكو سا دون با دو ريزولتا باسكو لي جون كونتينيو ا بارلي سور فيسبوك. تفاجأت بالقرار ديال الاعتقال ديالي، أنا كنت عارف تقدر تكون متابعة أو شي حاجة بحال هكا، ولكن القرار ديال الاعتقال هو لا يتناسب مع الأفعال اللي هي اللي زعما اللي متابعيني عليها، يعني تغريدة. حتى في السجن فاش دخلت كيسولوني السجناء اخرين اشنو درتي، كنحشم نقول لهم زعما تغريده. ما كنتش كنتسناها. انا عارف ان في المغرب يقدر العمل السياسي ولا العمل الصحفي ديالك يقدر يكون عنده نتائج، نقدر تكون نتائج تقدر توصل للسجن، ولكن هذاك النهار ما كنتش كنتسناها. الحاله الرابعه متابعه ومحاكمه المدون والناشط الإعلام. المحكمة الابتدائية في تطوان يوم الاثنين 6 يناير 2020 حكما بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي على الفيسبوك. الاعتقالات اللي تزايدت بشكل كبير مؤخرا واللي هي كتوجه بالاساس للمجال الرقمي، علاش هذه الاعتقالات تزايدت بشكل كبير؟ اولا لان كل الفضاءات ديال النقاش العمومي مغلقه في المغرب، الاعلام العمومي مسيطر عليه من طرف الدوله واصبح وسيله للدعايه السياسيه للنظام، الصحافه المستقله يعني مقموعه، الجمعيات والاطارات السياسيه اللي كتفتح المجال للنقاش العمومي الحقيقي كلها يعني تحت الحصار وتحت الضيق، ما تقدرش تاخذ قاعه عموميه تنظيم النقاش. اذا الناس توجهوا لواحد المجال اللي باقي هو اللي فيه الامكانيه ديال التعبير، وهذا المجال هو طبعا الفضاء الرقمي. على خلق لجان الدعم المحليه في مجموعه من المناطق التي عرفت الواحده ليلا من يوم 19 ديسمبر 2019 وثائق الملف. واحد، متابعة المدون الصحفي سفير الكرامة لولاد الشعب العدالة لولاد الشعب لولاد الشعب والحرية لولاد الشعب والحرية لولاد الشعب والحرية.